بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنكمل محاضراتنا في مادة تصميم الآلات 2. حنكمل شابتر ديزاين اوف شافتس. احنا حكينا من الاعتبارات عشان نصمم شافت، ننتبه للاكسل لاي اوت، للميكانيكال كومبوننتس والبيرنجز اللي على الشافت، ديزاين فور ستريس اند سترينث، ديزاين فور ديفليكشن، وديزاين فور كريتيكال سبيد بحيث نتجنب يصير عندنا ريزونانس وبالتالي يصير فيلير ديو تو ريزونانس. اليوم حنكمل، احنا طالك حنبدا في موضوع الكريتيكال سبيد فور شاس من البدايه، مع انه بدينا نحكي عنه المره اللي فاتت. اذا كان عندنا سيمبلي سبورتد شافت، يعني هاي الشافت في بيرنج هين طبعا، اي جسم في الدنيا له كريتيكال سبيدز او ناتشرال فريكوينسيز، ترددات طبيعيه، له عدد لا نهائي من التردد الطبيعي. بشكل عام احنا دائما بهمنا التردد الطبيعي الاول. التردد الطبيعي الاول للشافت قطره ثابت، وطوله L، معطي العلاقة هذه أوميجا 1 بيساوي باي على L لكل تربيع، الجذر تربيع لـ EI على M. الـ L اللي هو طول الشافت، الـ E المودلس أوف الإلاستيسيتي، الـ I المودلس المومنت أوف إنيرشيا للمقطع، والـ M الماس. ممكن أحكي بيساوي باي على L سكوير سكوير روت لـ G E I على A في جاما. الـ A مساحة المقطع، الـ M الماس بير يونت لينث، الـ جاما الـ سبيسيفيك ويت. نفس المعادلة. إذا أنا عندي جروب أوف أتاشمنت، يعني الشافت جزأته لأتاشمنتس، فين في راليز ميثود فور لامب ماسز بتعطيني النيتشر فريكونسي ده الشافت هذا أوميجا 1 بيساوي جذر تربيع لجي سميشن دبليو اي واي اي على دبليو اي واي اي تربيع الواي اي. يعني نحكي هذا رقم 1 2، هذه ان. الان لو في ديفليكشن حيكون بالشكل هذا، اصلا هذه واي 1 واي 2 واي 3 وهكذا. الدبليو واحد في الوزن، دبليو واحد، دبليو اثنين، دبليو ثلاثة وهكذا. كل سيجمنت له وزن. النيتشر فريكونسي لهذا الشافت بيكون السميشن لجي جذر تربيع لجي سميشن دبليو اي، يعني هكون W1 Y1 زائد W2 Y2 زائد W3 Y3 وهكذا على السوشن WI YI تربيع. يعني حيكون سمي اللي هي عبارة عن W1 Y1 تربيع زائد W2 Y2 تربيع وهكذا. ال WI هي ال weight of the Ith location، هذا ال Ith location. ال YI ال deflection at the Ith location. عندي هين عندي شافت، شافت سيمبلي سبورتد عند النهايات، في عندي بيرنج على الشمال وبيرنج على اليمين، وفي يونت لود، يعني لود قيمته 1، يبعد عن الطرف الشمال اي جي، وعن وفي عندي بي جي، وانا عايز احسب الترانزفرس ديفليكشن. الديفليكشن عند النقطه هذه، نقطه تبعد اكس اي عن الطرف الايسر، فبحكي دلتا اي جي، يعني الديفليكشن ات بوزيشن اي اللي جاي من اللود عند البوزيشن جي.
الديفليكشن ات لوكيشن اي اللي جاء من اللود عند اللي جاء من اللود جاي لود جي او عند بوزيشن جي. هذه المعادلات طبعا احنا بنجيبها من الابندكس الاسمبلي سبورتد بيمز او اسمبلي سبورتد شاس. هذه المعادلات موجوده حتكون بي جي بي جي اكس اي على 6 اي اي ال في ال تربيع ماينس بي جي تربيع ماينس اكس اي تربيع اذا كانت الاكس اي اقل من اي جي. الاكس اي اقل من اي جي هذا صلحوها الكتاب كتبها اكس اي اقل او يساوي اي اي ما فيش اي اي. او المعادلة الثانية اذا كانت اكس اي اكبر من اي جي لانه هو فعليا احنا عندنا معادلتين، معادلة ما قبل اللود منطقة ما قبل اللود ومعادلة ما بعد اللود. هذه طبعا الدلتا اي جي بسميها الانفلونس كوفيشنت. الانفلونس كوفيشنت بتعطيني الديفليكشن ات لوكيشن اي ديو تو ا لود ات لوكيشن جي. اذا كان عندي شافت هاي شافت عليه ثلاثة لودز، هاي لود واحد اف واحد اف اثنين واف ثلاثة. طبعا ات ايتش لود لوكيشن في عندي نتيجة اللودينج في عندي هين واي واحد واي اثنين واي ثلاثة. طبعا الواي واحد الديفليكشن عند بوزيشن واحد بوزيشن واحد بوزيشن اثنين بوزيشن ثلاثة ناتج عن التوتال افكت اف واحد اف اثنين اف ثلاثة. لا الديفليكشن هو نتيجه لودينج حصير فيه كيرفتشر. الديفليكشن هو البعد عن الوضع without loading بالضبط بدون تحميل. فالديفليكشن ات واي واحد خلينا نكتب المعادله تاعت اللي هو اليوم انتم خلاص الشابتر؟ ان شاء الله. الواي واحد الديفليكشن عند بوزيشن واحد ناتجه عن اللود اف واحد وعن اللود اف اثنين وعن اللود اف ثلاثه. الان انا هحسب حتكون هذه اف واحد دلتا واحد واحد، يعني هذه تحكي لي الديفليكشن بير يونت لود عند لوكيشن واحد ديو تو لود عند لوكيشن واحد زائد في افكت جاي من اللود اثنين
اف 2 في الدلتا. انا بدي الديفليكشن عند واي وعند واحد من عند 2 زائد اف 3 في دلتا، بدي اياها عند واحد الناتج عن 3 واحد 3. والواي 2 هي النت افكت الناتج عن 1 و2 و3، هتكون اف 1 اف 1 دلتا عند لوكيشن 2 من اليونت لود عند لوكيشن 1 زائد اف 2 من يونت ديفليكشن ات لوكيشن 2 من اللود عند 2 زائد اف 3 في اليونت ديفليكشن عند 2 الناتج عن اللود 3. نفس الشيء واي 3 عند الموقع 3 في الافكت ديو تو 1 اللي هي اف 1 في دلتا عند الموقع 3 ديفليكشن بريمتد عند 3 الناتج عن 1 زائد اف 2 في دلتا عند 3 الناتج من 2 زائد اف 3 من الديفليكشن عند 3 اللي جايه من الموقع رقم 3. هذا الدكتور استخدام كاستليانو سوبر بوزيشن. انت يعني هذه السوبر بوزيشن، يعني كاستليانو شيء ثاني، هذا السوبر بوزيشن. انا جمعت التاثير ديو تف 1 مع اف 2 مع اف 3 عند في حاله عند 1 في حاله عند 2 في حاله عند 3. بس برضو تنفع الكاستليانو صح؟ بنفع الكاستليانو، هي طريقة تستخدم السترين انرجي عشان تحسب الديفليكشنز والرياكشنز. طيب إذا كانت الفورسز عند 1 و2 و3 ديوت لقوة الطرد المركز سنترفيوجال فورس، الآن لما الشافت يكون على اللود حيصير في ديفليكشن. هنا لو كان عندي الوزن حتكون عندي في عندي نورمال اكسلريشن. ايش كومنت نورمال اكسلريشن؟ واي 1، لانه هذا واي 1 بدور حوالين السنتر لاين، فواي 1 بمثل المسافه. الاي نورمال ايش بتكون تساوي؟ اوميجا سكوير في واي 1 صح؟ اوميجا سكوير في واي 1 ضربها في الماس عند 1 تعطيني سترينج فورس، معناته اف 1 قد تكون درجة الفورس اللي هي حتكون ممكن تكون في الحالة هذه اف 1 بتساوي ام 1 ام 1 واي 1 تربيع واي 1 اوميجا تربيع و اف 2 بتساوي ام 2 واي 2 اوميجا تربيع و اف 3 بتساوي ام 3 واي 3 اوميجا تربيع. بعوضهم في المعادلات الثلاثه هذه. بعد ما بنقل الواي 1 على الجهه اليمين والواي 2 على الجهه اليمين والواي 3 على الجهه اليمين، لاحظوا الواي 1 مشتركه مع هذه، وبقسم الكل على اوميجا تربيع، الاوميجا بقسم الكل على اوميجا تربيع، فحتصير عندي هنقسم اول شيء على اوميجا، يعني حتصير عندي ام واحد في دلتا واحد واحد ماينس لو نقسم على اوميجا تربيع حتروح اوميجا تربيع يعني صح؟ اوميجا
اوميجا تربيع حتروح، وهين على ايش؟ على اوميجا تربيع. مظبوط. لو اخذت عامل مشترك بين هذا وهذا حيكون عندي ام واحد دلتا واحد واحد ناقص واحد على اوميجا تربيع في واي واحد زائد ام اثنين دلتا واحد اثنين في واي اثنين زائد ام ثلاثة دلتا واحد ثلاثة واي ثلاثة بالصاصرة. طبعا حامل نفس الاشي، حيصير نفس الاشي عندي، بس هين في النص حتصير معادلة بالشكل هذا. حكتبها انا، حتكون عندي ام واحد دلتا واحد واحد ماينس واحد على اوميجا تربيع، وبعدين دهين ام اثنين دلتا واحد اثنين، وهين ام ثلاثة دلتا واحد ثلاثة. هين حكون عندي في النص ام اثنين دلتا اثنين اثنين ناقص واحد على اوميجا تربيع، وعندي هين حيكون عندي ام ثلاثة دلتا ثلاثة ثلاثة ماينس واحد على اوميجا تربيع، كل مضروب في واي واحد واي اثنين واي ثلاثة. هذه معادلة تساوي صفر، بتساوي صفر. طبعا هنا حيكون عندي ام واحد دلتا اثنين واحد، وهنا حتكون ام ثلاثة دلتا اثنين ثلاثة. هين ام واحد دلتا ثلاثة واحد، وهين ام اثنين دلتا ثلاثة اثنين. هذه المعادلة عشان يكون النون تريفل سوليوشن لازم محدد تاع المصفوف المربع هذا شو يساوي؟ صفر. هذه في الجبر الخطي درستوها المفروض. عشان يكون النون تريفل سوليوشن لازم المحدد يكون يساوي صفر. المحدد تعرف كيف تفكر محدد، يعني انا حصير عندي في الاخر هاي المحدد لازم يكون يساوي صفر. المحدد هذا لاحظوا انا عندي الفاريبل الايجن فاليو اللي هي واحد على اوميجا تربيع. مظبوط. الان واحد على تربيع واحد على تربيع واحد على تربيع حتكون المعادله من الدرجه الثالثه، واحد على تربيع من الدرجه الثالثه، واحد على اوميجا تربيع من الدرجه الثالثه. لما بفكها وابسطها حيكون عندي واحد على اوميجا تربيع لكل تكعيب ماينس ام واحد دلتا واحد واحد زائد ام اثنين دلتا اثنين اثنين زائد ام ثلاثة دلتا ثلاثة في واحد على اوميجا تربيع زائد، يعني معادلة من الدرجة الثالثة والفاريبل اللي عندي اللي هو واحد على اوميجا تربيع. معناته كم روت الها هذه؟ الها ثلاثة روتس. الها ثلاثة روتس، ما زالها ثلاثة روتس. ممكن اكتبها على الصيغة واحد على اوميجا تربيع ماينس واحد على اوميجا واحد تربيع الروت الاول، في واحد على اوميجا تربيع ماينس واحد على اوميجا اثنين تربيع الروت الثاني، في واحد على اوميجا تربيع ماينس واحد على اوميجا ثلاثة تربيع، لانه لها ثلاث روت. هذا الروت الاول مظبوط، وهذا الروت الثاني، وهذا الروت الثالث، لها ثلاث جذور. الان المعادله هذه بافكها، بضرب الثلاث اقواس ببعض وبجمع ترمات واحد على اوميجا تربيع لكل تكعيب لحال، والترمات واحد على اوميجا تربيع لكل تربيع لحال، والترمات واحد على اوميجا تربيع لحال، والترمات الكونستانت اللي هي ما فيش يعني واحد على اوميجا تربيع الصفر لحال. بصير عندي المعادله هذه واحد على اوميجا تربيع لكل تكعيب ماينس واحد على اوميجا واحد تربيع زائد واحد على اوميجا اثنين تربيع زائد واحد على اوميجا ثلاث تربيع في واحد على اوميجا تربيع لكل تربيع. قرنوها بالمعادله السابقه، هذه المعادله، ما هي هذه نفس المعادله، معناته البند هذا الكونستانت حتساوي هدول صح. معناته نرجع كم مرة، انا عندي هين واحد على اوميجا تربيع لكل تكعيب وهي موجودة، البند الثاني عندي ماينس
اللي هو ام واحد دلتا واحد زائد تكمله القوس واحد ضرب تربيع لكل تربيع اللي هو ايش؟ اللي هو الجزئيه الثانيه. معناته هذا التيرم بيساوي هذا التيرم كله صح؟ معناته بكون يصير عندي واحد على اوميجا واحد تربيع زائد واحد على اوميجا اثنين تربيع زائد واحد على اوميجا ثلاث تربيع بيساوي ام واحد دلتا واحد واحد زائد ام اثنين دلتا اثنين اثنين زائد ام ثلاثة دلتا ثلاثة ثلاثة. الاوميجا واحد والاوميجا اثنين والاوميجا ثلاثة ايش هتمثل هذه؟ الفيرست والسكند او ال 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 بالضبط الرولز او الفريكونسيز. الان خلينا هذه خلوها في راسكم معادله اللي هي 1 على اوميجا 1 تربيع زائد 1 على اوميجا 2 تربيع زائد 1 على اوميجا 3 تربيع بيساوي ام 1 دلتا 1 1 زائد ام 2 دلتا 2 2 زائد ام 3 دلتا 3. خليها براسكم عشان حنرجع لها بعد شويه. define اوميجا اي اي as the critical speed if mi is acting alone. اذا عندي بس كتله واحده بتاثر يعني فيش عندي لا ام 2 ولا ام 3 ما فيش عندي لا ام 2 ولا ام 3 في الحاله هذه فيش عندي ام 2 ولا ام 3 هين نرجع اذا فيش عندي ام 2 ولا ام 3 يعني هدول مش حابينه مظبوط ولا هدول حابينه صح. حصير 1 على اوميجا اي اي تربيع حصير 1 على اوميجا اي اي تربيع بيساوي ام اي دلتا اي اي مثلا 1 لو كانت ام واحد is acting alone يعني بيصير واحد على اوميجا واحد واحد تربيع بيساوي ام واحد في دلتا واحد واحد. لو تو is acting alone بيصير واحد على اوميجا تربيع اتنين اتنين بيساوي ام اتنين في دلتا اتنين اتنين. لو ثري is acting alone بيصير عندي واحد على اوميجا تلاتة تلاتة تربيع بيساوي ام 3 دلتا 3 3. معناته المعادله السابقه هذه اللي هي 1 على اوميجا 1 تربيع زائد 1 اوميجا 2 تربيع زائد 1 اوميجا 3 تربيع ما هي هذه ايش تساوي ام 1 دلتا 1 1 ايش اللي هي هذه؟ اللي هي 1 1 على اوميجا 1 1 تربيع. ارجعوا احنا وي ديفاين سميناها اوميجا 1 1 واحد اوميجا واحد تربيع يساوي ام واحد دلتا واحد واحد. معناته هذا بيساوي واحد على اوميجا واحد واحد تربيع وهذه واحد على اوميجا وهذه واحد على اوميجا تلاتة تلاتة تربيع. الاوميجا واحد واحد والاوميجا اثنين اثنين والاوميجا تلاتة تلاتة هما الكريتيكال سبيد اذا كانت each mass is acting alone يعني الكل كتلة بتأثر لحالها ما فيش كتل تانية. وبالتالي حيصير عندي المعادلة هذه 1 على اوميجا 1 تربيع بيساوي 1 على اوميجا 2 تربيع زائد 1 على اوميجا 3 تربيع بيساوي 1 على اوميجا 1 1 تربيع زائد 1 على اوميجا 2 2 تربيع زائد 1 على اوميجا 3 3 تربيع. طبعا للشافت اذا عنده critical frequencies critical frequencies مثلا الفيرست natural frequency مثلا كان 1000 RPM السكند natural frequency ممكن يكون 10,000 الثيرد ممكن يكون 10 مليون يعني الفرق يعني لو عملنا محاور يعني عملنا محاور حكينا هاي خط الفريكونسيز لو حكينا هذا اوميجا واحد الفيرست نيتشر فريكونسي الثاني حيكون هين الثالث حيكون هين بعيد كثير. وبالتالي الاوميجا اثنين اكبر بكثير من اوميجا واحد والاوميجا ثلاثة اكبر بكثير من اوميجا اثنين. وبالتالي لما يكبر كثير بيكون في المقام قيمته بتصغر كثير وبالتالي بيصير عندي هين ممكن احكي انا نرجع للمعادله هذه معناته اذا اوميجا
2 اكبر بكثير من اوميجا 1 تقريبا، واوميجا 3 اكبر بكثير من اوميجا 2 واكبر بكثير 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 من اوميجا 1، معناته حيصير هذا التيرم تقريبا 1 على اوميجا 1 تربيع. فبصير عندي 1 على اوميجا 1 تربيع تقريبا بس 1 على اوميجا 1 1 تربيع، وديفاين وات از اوميجا 1 1 اللي هي ام 1 دلتا 1 1 زائد 1 على اوميجا 2 تربيع، اوميجا 2 2 تربيع اللي هي بتساوي ام 2 في دلتا 2 2 زائد 1 على اوميجا 3 3 تربيع اللي هي بتساوي ام 3 دلتا 3 3. هذا احنا الكلام في حالة كان عندي بادي مكون من 3 ماسز. إذا عندي بادي مكون من ان بادي يعني أنا مقسمه لان ماسز مش 3 بكون 4 5 100 1000، بستخدم معادلة اللي هي ما تسمى دانكر ليز إيكويشن تحكي الفيرست نيتشر فريكونسي إز جيفن باي ذيس إيكويشن، 1 على أوميجا 1 تربيع بيساوي الصميشن لواحد على اوميجا اي اي تربيع، والاي تتغير من واحد لان الاوميجا اي اي هي كريتيكال سبيد اف ام واحد از اكتنج اف ام اي از اكتنج الون، او فهي حتكون الصميشنز للافكت لكل الماسز. هذه هي تسمى اللي هي دانكر ليز ايكويشن. الحين دكتور بالنسبه للمواضع هذه بنختارها بالنسبه لانه الكريتيكال لوكيشن على الشافت ولا بالنسبه لقديش انا مقسم؟ حنجي خلال اكزامبل انت تشوف وين عندك كتل. طبعا انت اذا عندك شافت عليه تروس او بكرات بيكون النيتشرال فريكوانسي للكومبوننتس اصغر بكثير من الشافت. فهمت علي؟ فهي بدك تعمل اللي هو كريتيكال سبيد اناليسيز للكومبوننتس اكثر. هي حنشوفها بعد شوي في مثال. الان انا اذا عندي شافت عليه مثلا ماس هين وهي ماس هين، هاي ام واحد وام اثنين، طبعا حسيب ديفليكشن في الشافت هين. طبعا انا حعبر عن وزن دبليو واحد و W2. هذا ممكن يكون equivalent ل one mass يعني في السنتر. WC لو M1 لحالها موجودة، M1 لحالها موجودة بدرجة equivalent إلها هين في النص، فحيكون عندي اوميجا واحد واحد تربيع بتساوي احنا حكينا حنكتب المعادله في اصلها، واحد على اوميجا واحد واحد تربيع بتساوي ام واحد دلتا واحد واحد، صح؟ معناته اوميجا واحد واحد تربيع بتساوي واحد على ام واحد دلتا واحد واحد بتساوي واحد. الماس عباره عن ايش؟ ويت على جرافيتي، يعني حيكون عندي هين W واحد دلتا واحد واحد، وهين بصير ايش عندي؟ G. هذا حتكون equivalent لكوفلنت لماس في السنتر في الدلتا تاعتها عند السنتر، كأنه يعني انا بدي اجيب الايكوفلنس لماس at this location at the center of the shaft بتساوي جي على جي على دبليو واحد سي اللي هو الويت عند سي في دلتا سي سي. يعني هاي الدبليو تاثير الفورس عند الوزن عند اللوكيشن واحد بالنسبه عند السنتر، ايش الايكوفلنس تاعته الافكت؟ لانه كان عندي كذا ماس بدي انقلهم كلهم للسنتر،
فهمت علي كيف؟ واجيب الايكوفالنت لهم. طيب خلينا نشوف مثال، ركزوا معي فيه. Consider assembly supported steel shaft as depicted in figure 714. عندي هاي assembly supported shaft. الشافت طوله 31 انش. في كتلة موجودة عند لوكيشن واحد قيمتها 35 باوند، الكتلة بتكون جير او بكر او اي شيء. عندي تو جير مثلا، نحكي جير وجير. وفي جير عند لوكيشن 2 وزنه 55 باوند. الجير عند لوكيشن 1 بيبعد 7 انش من الطرف الايسر، الجير اللي عند 2 بيبعد 11 انش من الطرف الايمن، والشافت طوله 31 انش. With 1 انش diameter، الشافت قطره 1 انش والسبان تبعه 31 انش. Carrying 2 gears weighing 35 and 55 pound. هذا الشات حامل 2 gears. هاي جير هين معبر عن الوزن، وجير هين وزن كل جير واحد 35 pound واحد 55 pound. أول مطلوب find the influence coefficient. Find the influence coefficient. Influence coefficient لو ارجع اللي هي هذه المعادلة صح؟ اللي هي دلتا اي جي نكتبها. دلتا اي جي بتساوي بي جي اكس اي على 6 اي اي ال في ال تربيع ماينس بي جي تربيع ماينس اكس اي تربيع. اذا كنت على شمال اللود واذا كنت على يمين اللود بتكون تساوي اي جي في L minus XI على 6 EI L في 2 LXI 2 LXI minus AJ تربيع minus XI تربيع. هذه المعادلة نرجع للمثال. طبعا واضح بالزمن نحسب المومنت اوف انيرشيا للمقطع اي بيساوي باي دي باي دي اس 4 على 64 وعوض عن القطر وحسب ايش الاي. بعدين حسب اللي هو 6 اي اي ال اي اللي هي المودلس فيليسيتي في حاله السيل بيساوي 30 ميجا باوند بير سكوير انش. والاي اوريدي حسبناها والال 31 انش حسب ست يعني حسب المقام في المعادله تاعتنا. الآن إحنا عندنا كم يونت لود؟ عندنا تو لود، لود عند جير واحد واللود عند جير اثنين. معناته هحسب دلتا واحد واحد الانفوس كوش دلتا واحد واحد يعني هي الديفليكشن بير يونت لود عند بوزيشن واحد من اللود واحد. دلتا 2 2 الديفليكشن بير يونت لود عند بوزيشن 2 من اللود 2. ودلتا 1 2 هي الديفليكشن عند بوزيشن 1 الناتج عن اللود 2. ودلتا 2 1 هي الديفليكشن عند بوزيشن 2 الناتج عن اللود عند بوزيشن 1. فبحسب دلتا 1 1 دلتا 1 1 اللي هي هنا هتكون
المعادلة وراي اللي هي بي جي، بي جي حتكون هاي بي جي 13 زائد 11 كم؟ 24. هاي 24 في اكس اي صح؟ اللي هي كم؟ 7 انش على على 6 اي اي اللي هو حسبناها جوا. ايش موجود عندي؟ عندي ال تربيع اللي هي 31 تربيع ناقص بي جي تربيع 24 تربيع ماينس 7 تربيع بيحصل دلتا 1 1. دلتا 2 2 هي عند بوزيشن 2 بيكون بي جي عباره عن 11 انش صح؟ نفس المعادله 11 انش. الدلتا 1 2 دلتا 1 2 هي ديفليكشن بير يونت لود عند بوزيشن 1 الناتج عن اللود 2 حيكون 11. انا عندي اللود 11 في 7 في جوه حيكون ال تربيع اللي هي 13 البي جي تربيع حتكون 11 تربيع ناقص 7 تربيع. ولو تحسب دلتا 2 1 طلعت تساوي دلتا 1 2 بس هيختلف التفاصيل جوه حتطلع نفس الشيء. هذا اول مطلوب. الان الديفليكشنز الديفليكشنز الان عمل جدول هو هين هاي اللوكيشن اي وهين اللوكيشن جي. جي لوكيشن اوف ذا لودز يعني اي 1 و2 بتمثل الصف والجي بتمثل عمدان اللود 1 و2 وحط دلتا هنا عندي دلتا 1 1 دلتا 1 2 دلتا 2 1 ودلتا 2 2. الان حسب واي 1 واي 1 حتكون اللود 1 اللي هو دبليو 1 الوزن 1 في دلتا 1 1 زائد دبليو 2 دلتا 1 2 وبعوض دبليو 1 35 باوند بالانفلونس كوفيشنت تاعتها زائد دبليو 2 55 في الانفلونس كوفيشنت 1 2 وبحسب ديفليكشن عند 1 نفس الشيء واي 2 بيساوي دلتا 1 دلتا 2 1 زائد دبليو 2 دلتا 2 2 وبحسب الواي 2. هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني بحكي لي فاين سميشن لدبليو واي والسميشن لدبليو واي تربيع اند ذا فيرست كريتيكال سبيد يوزنج راليز كويشن. راليز كويشن اللي هي ايش؟ الكريتيكال فريكونسي اوميجا تساوي جذر تربيعي لجي استميشن لدبليو اي واي اي على استميشن لدبليو اي واي اي تربيع. هذا راليز ايكويشن. هيحسب سميشن ل W I Y I اللي هي عبارة عن W 1 Y 1 زائد W 2 Y 2. هذه W 1 Y 1 احنا هاي حسبنا Y 1 و W 1 35 يعني هاي y وبعدين زائد W 2 هي 55 في Y 2 اللي هي بونت O 2 7. بعدين سميشن ل W I Y I تربيع عبارة عن W 1 Y 1 تربيع زائد W2 Y2 تربيع وعوض وحسب الصميشن. بعدين حكى أوميجا بيساوي جذر تربيعي لجي الصميشن لWI YI على الصميشن لWI YI تربيع. الجي في الانجليش يونتس بتساوي 386.1 في الصميشن هذا اللي 2.178 على الصميشن التحتانية اللي هي بونت O 5399 بيطلع 124.8 radians per second أو 1192 revolution per minute. هذا المطلوب الثاني. المطلوب الثالث from the influence coefficients احنا حسبنا already حسبنا دلتا 1 1 دلتا 1 2 ودلتا 2 2
ودلتا 2.1 اوريدي حسبناه. هو بيحكي لي من هذه الانفرنس كوفيشنز احسب اوميجا 1.1 واوميجا 2.2. اوميجا 1 اف ماس 1 از اكتنج الون ايش بيساوي؟ اوميجا 1.1 او 1 على اوميجا 1.1 تربيع بيساوي ام 1 دلتا 1.1 صح؟ هاي عندنا 1 على اوميجا 1.1 تربيع بيساوي ام 1 دلتا 1.1. ام 1 هي دبليو 1 على جي. ف حيحسب طبعا لانه هذا جاي في المقام حيعكس حتكون دبليو 1.1 تربيع حتكون تساوي جي على دبليو 1 دلتا 1.1 معناته اوميجا 1.1 حتكون جزء تربيع لجي على دبليو 1 دلتا 1.1 عوض عن جي وعوض عن دبليو 1 ودلتا 1.1 طلعت الدبليو 1.1 اللي هي 234 راديانز بير سكند او حوالي 2210 ار بي ام. ونفس الشيء حسب دبليو 2.2 بيساوي جذر تربيعي لجي على دبليو 2 دلتا 2.2 بتطلع 140.9 راديانز بير سكند او ما يعادل 1346 ار بي ام. هذا مطلوب سي. المطلوب دي using Dunker-Lee's equation 732 estimate the first critical speed اللي هي رقم دي اللي هي Dunker-Lee's equation. ايش بتحكي؟ هيا ال first critical frequency تقريبا 1 على 1 تربيع بتساوي summation ل 1 على اوميجا اي تربيع. يعني هتكون بتساوي 1 على اوميجا 1.1 تربيع زائد 1 على اوميجا 2.2 تربيع عوض تطلع 6.9 × 10^5 ومنها حسب الاوميجا 1 بتطلع 120.3 اللي هي طلعت 1149 ار بي ام قريبه. طيب احنا قبل شوي حسبناها طلعت تقريبا 1192 هين بدانكرليز ايكويشن طلعت 1140 مش فيش اختلاف كبير يعني. طيب مطلوب ايه؟ الفرق هو فرق السكند والترم. نعم ما انت سبت بالضبط شيل الترمات حيطلع اقل شيل الترمات انت مظبوط؟ فصار في ابروكسيميشن صحيح. اي يوز سوبر بوزيشن تو استيميت ذا فيرست كريتيكال سبيد. طيب نعمل سوبر بوزيشن بدنا نشوف الافكت عند السنتر يعني السي سي نقطة في مركز ايش؟ الشافت يعني هتكون هي انفلونس كوفيشنت هي ديفليكشن لناتج عن لود قيمته 1 بيؤثر في مركز الشافت هي ديفليكشن الناتج الديفليكشن عند مركز الشافت الناتج عن لود مكافئ محطوط في مركز الشافت. يعني دلتا سي سي حتساوي نفس المعادله بي سي سي في اكس سي سي على ال تربيع ناقص بي سي سي تربيع ناقص اكس سي سي تربيع على سي اي. الان لاحظوا عندي بي سي ما هي في النص حتكون نص ال 31 اللي هي كم 15.5 والنقطه تحت الدراسه هي في النص حتكون 15.5. ال اللي هو طول الشافت 31 والبي هي نفس الاكس 15.5 بتطلع دلتا سي سي 4.215. الان الدلتا 1 سي هو الايكوفالنت لود اللي في مركز الشافت والناتج عن اللود 1 هتكون دبليو 1 سي بيساوي دبليو 1 في دلتا 1.1 على دلتا سي سي. دلتا 1.1 اوريدي حسبناها احنا بتطلع 17.11. دبليو 2 سي هو اللود او الافكت
او اللود المكافئ عند مركز الشافت الناتج عن الوزن 2 هيكون W2 C اللي هي الوزن المكافئ عند المركز الشافت W2 دلتا 2 2 على دلتا سي سي بتطلع 46.1 معناته التوتال افكت نتيجة اللود واحد واثنين لما نقلناه عند السنتر صار مجموع اثنين معناته اللود الكلي حيكون 17 زائد 46 17 زائد 46 الاكويشن احنا حكينا زي فاكرين W بتساوي G او أوميجا بتساوي G جزء تربية على G على دلتا سي سي الصميشن لأوميجا آي سي هذا الصميشن يعني هنا الG 380 والدلتا سي سي اوريدي حسبناها اللي هي هذه القيمة طبعا عندي 17 زائد 46 تطلع 1150 كم طلعت معنا في الأول؟ 1140 يعني الفرق نتيجة اللي هو الابروكسيميشن في الحسابات بس طيب المطلوب الأخير F احنا حسبنا تأثير ايش الكومبوننتس اللي هي الجيرز الجير عند واحد والجير عند اثنين مع يعني مهملين الشافت مهملين الشافت بيحكي لي يعني اقترح تعديل على معادلة دانكر ليز اكويشن خلينا نشوف ايش اللي سواه عشان ناخذ الافكت على الشافت ونشوف هل هو الافكت على الشافت سيجنيفيكانت ولا مش سيجنيفيكانت الشافت الاي تاعته معروفه بدي احسب الكريتيكال او الكريتيكال فريكوانسي او الفيرست هارمونيك للشافت من المعادله هي باي على ال تربيع جذر تربيع لجي اي اي على اي جاما عوض عن ال 31 وعوض عن جي عوض عن اي وعوض عن اي تاعت الشافت وعوض على الكروس سكشن اريا اللي هي باي في دي تربيع على 4 وعوض عن السبيسيفيك جرافيتي للستيل 0.282 بتطلع الفريكوانسي 520 للشافت لحال 25 رادينز بير سكند يعني بتطلع 4970 دانكر ليز كويشن بتكون بتحكي 1 على اوميجا 1 تربيع يساوي تقريبا 1 سميشن ل 1 على اوميجا اي تربيع الاضافه اللي هعملها هضيف انا اللي هي ايش 1 على اوميجا شافت الكل تربيع لما اضيف ال 1 على اوميجا شافت تربيع هين بتصير 1120 1120 اربيا ما كم كانت بدون اضافه الشافت الف ومئه وتسعه واربعين الف ومئه واربعين تقريبا يعني نقول 1150 كم طلعت هنا هين لما ضفت الشافت 1120 يعني ما اختلفش الاشي كتير من ناحية critical analysis طبعا احنا حكينا لازم عشان ما يصيرش عندي resonance لازم ال operating او ال first critical frequency يكون اكبر او يساوي ضعف ال operating frequency اكبر او ضعف ال operating frequency وبرزك فريكوانسي عبر عنه بالار بي ام تاعت الشافت اللي بدورها يعني هو بدور 1500 ار بي ام اكم بتكون ال يعني المفروض تكون 3000 او اعلى واضحه هذه اذا في مشكله حضطر ايش اعمل تعديلات على ديزاين هيك نكون خلصنا الشابتر 7 المحاضرة الجاية هنغير الترتيب هحكي عن الجيرز عشان الجيرز يعني واضح انه مهمة كتير تكون موجودة في الاول اعرفها انا كنت اعطي السبرينجز والسكروز بس الفصل هذا السنة هعطي الجيرز على طول يعطيكم العافية